كنت عايزة أعرف بقى من حضرتك، هنشوف حضرتك في إيه في رمضان؟ في هجمة مرتدة. أنا عامل أبو عز، عندي ولادي أحمد عز وخالد أنور، ولادي الجميلة موهوب جدا زي الصاروخ برضو، وبنت قمر كده اسمها ميان السيد. ده مسلسل مهم جدا من ملف المخابرات طبعا، الناس كلها عارفة يعني، وحكاية جديدة قوي. وأنا عامل فيه أب طلع برضو على المعاش ورجل وطني وخدم في الجيش وكان بيحب بلده قوي، وفتح مكتبة كده عشان يشغل نفسه يعني. مراتي على فكرة الفنانة الفظيعة بتاعتنا ماجدة زكي فعلا. الله الله، ده هيبقى فيه كيمياء رهيبة، وهيبقى فيه هنشوف الجزء اللي هو الأسري العائلي، واخد بالك؟ انما طبعا المسلسل فيه ابطال كتير جدا. انا خاف يعني مثلا هند صبري طبعا مشهد واحد، لان هي في منطقه تانية. أيوة. ما هي في خط كده متوازي مع عز وبتاع، الليله بقى اللي هي فيها الاكشن والشغل الصعب وكده. أيوة. انما احنا الاسره البيت يعني. وبعمل ان شاء الله مسلسل اسمه قصر النيل. طبعا امن قومي تاليف باهر دويدار واخراج احمد علاء، اتنين جامدين قوي ما شاء الله، الله اكبر عليهم. وقصر النيل لو تاليف محمد سليمان عبد الملك اخويا وابنه وحبيبي، واخراج خالد مرعي، واول مره اشتغل مع خالد مرعي. اول مره من الاسباب اللي ايه شجعت حضرتك، لان خالد عمل افلام ومسلسلات رائعه. انا 20 قلت لك كل الاسرار طلعت النهارده، كل الاسرار طلعت النهارده في اونسيت، وعملت له انه مستنيني يعني ممثل. انا جاي امثل. ميرسي جدا جدا على الفرصه العظيمه دي، وان شاء الله نشوف حضرتك في كل الاعمال القادمه بتتالق كالعاده. كل شيء على ذوقك 20، متشكرين. واقول لجمهور ان جمهور كل سنه وكلنا طيبين قوي ومتسامحين قوي وبنحب بعض قوي. كل سنه واحنا كلنا عايشين في خير كتير قوي، وكل سنه وحضرتك طيب طيبه.